شكرا لكم انكم صوتتوا لاداه الابتكار، جدا ممتن لكم، وشكرا للي انتقدونا قالوا ان في اشياء نبغى نستوضحها اول قبل ما نصوت. فالان انا راح اشرح لكم كيف تعمل اداه الابتكار، وثاني حاجه بقول لكم ليش نبغى نوصل للمركز الاول مش الخامس. الان احنا في الخامس ويعطيكم العافيه قفزنا من السابع الى الخامس، لكن لسه نحتاج 5000 صوت عشان نصير المركز الاول. والهدف انه نقدر اول شيء نوفر اداه الابتكار الى مدارس السعودية، حتكون متوفر في مدارس السعودية وحتى في البيوت من خلال البريد، نقدر نرسلها مباشرة الى اي مكان في السعودية. هذا هدفنا الاول. ثاني هدف انه احنا راح نصمم تطبيقات تعليمية عليها ونساعد المعلمين انهم يستهلكوها او حتى الاطفال مباشرة انهم يستهلكوها. ثالث حاجة وهذه اهم شيء انه نمكن المعلمين ونمكن الاطفال من انهم هم يصمموا تصاميم مختلفة ممكن انه هم يستعملوها او حتى يشاركوها على الانترنت، بحيث الاطفال يقدروا يستخدموها الاخرين في مدينة اخرى سواء في السعودية او خارجها في العالم كله. طيب الحين الحاجة الأهم اللي سألت عليها، وأنا جدا جدا خجول إني ما شرحت عن أداة الابتكار بشكل واضح. في عندكم خيارين، تقدروا تشوفوا فيديو جدا مشوق تحت عن أداة الابتكار من خلال مخترعها جاي سيلفر وزميله إريك من جامعة MIT، أو الخيار الثاني إنه تابعوني للدقيقة الجاية راح أوريكم تطبيق مرة حلو تعليمي للأطفال في المرحلة الدنيا، بس في تطبيقات برضو للمراحل العليا. ممكن الطفل في الحضانة نبغى نعلمه عن الحيوانات وأصواتها وبطريقة تفاعلية. الخطوة الأولى أنه لازم ناخذ الـ USB ونشبكها بالميكي ميكي، فهذه أول حاجة كيف تعمل الميكي ميكي. نشبكها بالـ USB. الآن الميكي ميكي شغالة، الكمبيوتر قاعد يفكر أنها كيبورد يروح فوق تحت يمين يسار أو مسافة كليك أو حتى أي حرف من الـ ASDW أو الماوس حركة الكليكس. فبعد ما أنه أسوي الشيء هذا، قبل ما أبدأ أشتغل على الأزرار أشتغل على الأرضية، سويت قصديرة لأنها موصل الإلكترونات وحطيتها بالتقريب. فالآن بشبك التقريب، ودائما إذا أبغى ألعب لازم أمسك التقريب. الحاجة الثانية راح أخذ الأشياء الأخرى لواير مثلا لحيوان معين، وراح أشبكه مثلا العصفور وأشبكه بالجبنة، فيصير إذا مسكت الجبنة صوت العصفور راح يطلع. يمكن العصفور ما ياكل جبنة، العصفور يشرب ماي، فعشان العصفور يشرب ماي راح احطها داخل الماي، الماي يوصل الالكترونات، اول ما المس الماي الدائرة الالكترونية تتوصل. فيصير عندي تطبيقات مختلفة من خلال استخدام اي شيء، سواء كان توصيل مباشر او توصيل غير مباشر من خلال الماي او الجبنة او حتى ممكن يكون ملعقة. لازم امسك الارضي راح يطلع معاي الصوت. فمن خلال هالطفل ممكن يتعلم عن الحيوانات، مو من خلال التصفح على الماوس والكيبورد، لا، ممكن نعطيه اشياء من امثلة الواقع. ممكن نعطيهم العاب احنا نصممها بحيث اذا غير الاشياء الكمبيوتر راح يعطيه ملاحظات معينة. احنا راح نبدأ بالتصميم لبرمجيات تعليمية على الانترنت، ومن خلال التطبيقات متاحة على الانترنت جدا سهل انه نصمم، عشان بعدين نسمح للمعلمين نفسهم والاطفال نفسهم انهم يبرمجوا. ولو تروحوا لscratch.mit.edu راح تلاقوا انه في اطفال هم قاعدين يعلمونا كيف نقدر نبرمج. اتمنى انكم تصوتوا لاداة الابتكار. اداة الابتكار تحتاج تجي السعودية، اذا وصلت المركز الاول ان شاء الله بحلول الصيف راح تكون متوفرة لاي مدرسة تبغى تطلبها في السعودية. وقبل كذا راح نبدأ باختبارها، احنا بدأنا باختبارها في ديسمبر في معرض أرامكو الثقافي بالأحساء، وتقريبا 1000 طفل استمتعوا فيها وتعلموا أشياء جدا رائعة فيها. في تصاميم كثيرة راح نشارككم فيها. لا تنسوا تشوفوا رابط جاي سيلفر اللي يعرض فيه تطبيقات مرة رائعة، وأيضا سووا سبسكرايب. بس الأهم من كذا صوتونا في موقع tamhub.com. أداة الابتكار، أداة الابتكار تحتاجكم.